طب اهلا بيك سيادة اللواء. اهلا بيك يا فندم، وتحياتي لكل السادة المشاهدين والقناة المحترمة والمنبر الاعلامي الصادق. شكرا يا سيادة النائب، شكرا جزيلا. حضرتك شايف ازاي هذه التعديلات المرتقبة فيما يخص اقامة الاجانب؟ واكيد حضرتك عارف انه احنا من اسبوع او من اسبوعين تقريبا كنا بنتحدث عن فكرة تعديل يعني القانون المتعلق بالجنسية وقانون الاقامة، فممكن يحصل ربط ما بين هذه التعديلات واللي كنا بنتكلم عنه الاسبوع اللي فات، فلو حضرتك توضح لنا. انا عايز اوضح من خلال حضرتك للسادة المشاهدين وللشعب المصري ان هذا القانون اللي هو مراعاة تعديلات منح الاقامة او الجنسية لغير المصريين وليس بيع الإقامات أو بيع الجنسية. أنا عايز من خلالك تتضح الأمور واللبس اللي موجود في الشارع المصري إن ده قانون بيدرس ويناقش تعديلات منح الإقامة ومنح الجنسية للشعوب الأخرى على أرض مصر. كانت فكرتها ما تحدثوا عنها يا سيادة النائب بأنه ده في تشجيع للمستثمرين. ده لبس موجود في الشارع المصري إن هذا القانون للبيع الجنسية أو بيع الإقامات، لكن ده مقترح لتعديل القانون من سنة 60 حتى اللحظة اللي احنا فيها لم تعدل هذه القوانين، فاحنا بصدد تعديلها أسوأ بجميع دول العالم. ده يعني لتعظيم الموارد مثلا يا سيادة النائب؟ نعم. يعني ده في تعظيم للموارد اللي تدخل الدولة مثلا؟ ولا تغليظ فقط للعقوبة؟ أنا مش عايز يبقى الجنسية المصرية مقابلها مقابل مادي، أو الإقامة في مصر مقابلها مقابل مادي. إحنا بنعدل اللوائح وبنعدل القوانين والتشريعات للإقامة وإعطاء الجنسية من خلال قوانين ولوائح يتفق عليها البرلمان المصري زي دول العالم بالكامل، لكن احنا كمصر قلب العروبة وقلب الإسلام بنؤيد ونرحب بأي مواطن عربي بأي مواطن إسلامي على أرض مصر دون مقابل.